مساء الخير متابعي قناة الشروق الإخبارية في هذا العدد الخاص الذي سيكون أو كان على هامش أشغال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الجاري. إذا هذا اللقاء خاص، لماذا؟ لأنه سيجمعني بضيف خاص أيضا، هذا الضيف الذي جمع ما بين الإعلام والرواية، الإعلام والعمل الإبداعي الأدبي. ضيفي اليوم هو الأستاذ المذيع والكاتب الروائي المصري محمود الورواري. مساء الخير. مساء الخير آسيا، وشكرا لك وبرنامجك ولقناة الشروق، ودايما موفقين يا رب. شكرا جزيلا، وأيضا كل الشرف لنا. شرف لي أنا والله لأن تكون معنا اليوم، ربما كما قلت في بداية اللقاء ولأننا التقينا على هامش هذا الحدث لا يمكن ألا نتحدث عنه. بداية، القمة العربية التي احتضنتها الجزائر بعيون الإعلام، بعيونك كإعلامي قبل الكاتب. أولا، القمة حينما تكون هناك قمة عربية في الجزائر، أعجبتني مقولة أن ستصبح قمة مهمة لأنها في الجزائر. يعني فبالتالي قياسا، هذه ليست مجاملة وإنما قياسا على كل القمم التي عقدت في الجزائر سابقا. نعم. يعني المواطن العربي والذاكرة العربية لا تنسى قمة عام 1973 في نوفمبر، بعد شهر من الحرب، الانتصار المبارك في انتصار أكتوبر عام 1973. وبالتالي هذه القمة كانت قمة محفزة وداعمة للمجهود العربي والعمل العربي المشترك في هذا الانتصار الكبير عام 73. أيضا قمة من القمم المهمة، أيضا قمة 2005 التي طرح فيها كثير من المواضيع والتغييرات. وشيء آخر، أن الجزائر هي حضن أصيل لدعم القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة العربية والتي هي ستبقى في الذاكرة العربية ما حيين. وبالتالي هذه قمة مهمة يعول عليها، وعنوانها رائع، لم الشمل. وأقول أن الخلافات دائما تقدر وتحترم، لأن كل نظام سياسي له تقديراته وكل دولة لها تقديراتها السياسية، لكن الشعوب واحدة. وهذا ما نقوله دائما في كل الأماكن. أرجو ألا ينتقل الخلاف ما بين الزعماء الذين نقدرهم ونحترمهم وهم عندهم معلوماتهم التي جعلتهم يتخذوا مواقف، ألا ينتقل الخلاف ما بين النظم السياسية في العالم العربي إلى الشعوب العربية. وأيضا يعني لو استدلينا على ذلك بتجارب سابقة، خلافات كثيرة ما بين أنظمة عربية كثيرة لم تؤثر على علاقة الشعوب العربية. أعتقد أن محبة الشعب الجزائري والشعب المصري لبعضهما البعض زادت جدا بعد هذه الخلافات التافهة التي كانت تتعلق بالرياض، لأنه ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرق، ولا يمكن أن يكون هناك شعوب تتفرق. وكم من خلاف حصل في الذاكرة العربية من 100 سنة بين شعوب وبين نظم اختلفت ثم عادت مرة أخرى وتصالحت. الأصل هو الشعوب. الأصل هو الشعوب. ولأننا تحدثنا عن قمة لم الشمل، وعن لم الشمل أيضا عندما نتحدث عن الاتحاد العربي، أو خليني أقول الأمة العربية، لا يمكن اليوم في ظل ما نعيشه من متغيرات ومن تحديات أن تعيش كل دولة بمعزل عن الأخرى، يعني بدون هذا التكتل العربي. إلى أي مدى أنت متفائل ربما بنتائج قمة القمة العربية؟ نحن محكومون بالأمل كما يقول درويش. وبالتالي يعني صحيح نمر بتأزمات كثيرة، ليس في العالم العربي فقط، العالم كله يمر بإعادة تفكيك تحالفات وإعادة تركيب تحالفات. ونحن أمام سوفت وير جديد للعالم كله، مش العالم العربي. وال10 سنوات التي مرت جعل العالم العربي يتغير. صحيح حلم الوحدة العربية الذي طرحه عبد الناصر وطرحه الزعماء في كل العالم العربي، وعشنا هذا الحلم الكبير الذي تكسرت على صخرة هزيمة 67، عاد مرة أخرى بصيغة مختلفة، وهو إن كنا غير قادرين أن نتوحد سياسيا فنحن قادرون أن نتوحد ثقافياً. ونتوحد اقتصادياً، لأن لقمة العيش التي في الجزائر قد تكفي من هم في مصر أو من هم في أي دولة أخرى أو في كل العالم العربي. وبالتالي باتت معايير ومحاور وحدة عربية
ليست في المجال السياسي فحسب وإنما في مجالات أخرى، ما ثقافي واجتماعي، عوامل القربة والصداقة والمصاهرة في العالم العربي كثيرة. ومن يريد أن يثبت ذلك يذهب إلى السفارات في العواصم العربية، سيجد كم من الجاليات منتظرة اللي عاوز يطلع شهادة لبنته وابنه، الله في حالة. فنحن أنا أستغرب يعني، والعالم كله يستغرب، 400 مليون مواطن عربي، ما يحكمهم 99% وما يفرقهم 1%. فتركوا 99 التي تفرقهم وتمسكوا بال 1% وضعوه على صدورهم وراحوا يتباهون ويتفاخرون بعدائهم للآخرين. ما نحن توحدنا اللغة، يوحدنا الدين، يوحدنا الثقافة، توحدنا السينما، توحدنا أفلام يوسف شاهين وأم كلثوم. يكفي أم كلثوم، يعني من في 400 مليون مواطن عربي أم كلثوم ليست هي التي بنت ذاكرته والدين، وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب. وقيسي على ذلك، نحن أمة واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل الطارئين في العالم العربي يزولون، لكن الثابت هو هذا هذه البنية الذاكرة العربية التي تنغرس في شعوب العالم العربي والتي ستستمر وتدوم إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. قلت ويوحدنا الثقافي أيضا. نعم. ولأنك أيضا كما قلت في البداية، خلينا الآن نستعمل القبعة الثانية، قبعة الكاتب، قبعة الروائي المثقف والمعروف أيضا. هذا كيف يمكن، أولا كسؤال ربما قد يطرحه المشاهد أيضا الذي يعرفك من خلال الشاشات العربية لأهم القنوات آخرها قناة العربية. كيف تجمع بين العمل الروتيني اليومي، الخبر، أن تبقى دائما على مطلع على الحدث الدولي الذي يتغير باستمرار، وأن تكتب الروايات الواحدة والأخرى؟ هقول لك نكتة مصرية. هذا سؤال. أيوة. حين طرح قلت له بصوا، الذي يعمل بالكتابة الأدبية ويعمل في الإعلام زي اللي اتجوز اتنين ضرتين يعني. كل واحدة تريده لها. نعم. كاملة. نعم. ومهما كان يعني قادرا يعني لن يستطيع أن يعدل. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة، لكن كيف تغلبت عليها؟ تغلبت عليها من نصيحة لأستاذنا وأبونا نجيب محفوظ، أبو الرواية العربية طبعا، حينما قال الكتابة تحتاج إلى من يروضها. فقلت له كيف يا أستاذ نروض الكتابة؟ أستاذ نزار قباني يقول الكتابة تكتبنا ولا نكتبها، فضحك قال لي شوف سيب نزار لنزار، بس عاوز أقول لك الكتابة كالمرأة، إن لم تروضها هتحمل لك مشاكل. قلت له طب إزاي أروضها يا أستاذ؟ قال لي اكتب كل يوم. قلت له حتى لو ما عنديش عمل أدبي؟ قال لي اكتب خطابات غرامية لحبيبتك. قلت له حتى لو ما عنديش حبيبة؟ قال لي تخيل أن لك حبيبة. المهم كل يوم لابد أن تكتب لأن تكون الرواية حاضرة. الكتابة إن غادرتها غادرتك. منذ هذه اللحظة أنا أكتب يوميا، وعندي مشروع مفتوح كل يوم أضع فيه بعض اللمسات، فإن كتبت صفحة في اليوم على مدار أسبوع هيبقوا 7 صفحات، على مدار شهر يكونوا 30 صفحة. المهم تكتبي بهذه النصيحة فيه. وصلت في عمري هذا إلى 22 كتاب. أنا راضي نفسيا وتنوعت ما شاء الله كتاباتي. رقم يعني. وتنوعت كتاباتي، لكن يعني شوية إحنا كنا أطفاء أو كنا يعني في الثانوية العامة ونحن نحتك بالأستاذ والأساتذة الكبار اللي كانوا موجودين في هذا الوقت واستفدنا منهم، وبالتالي عملنا بنصيحتهم فكتبنا. الإعلام مهنة شاقة لأنها كل يوم تحتاج منك متابعة. صحيح. لكن إن تركت نفسك لها كاملة ستأخذك إلى عالم رهيب. فدائما الواحد يقتطع نصفه الأجمل، أنا أسميه كده، نصفي الأجمل طبعا. إلى الكتابة، إلى الرواية بالذات. أنا أحب الرواية جدا لأنها هي ذلك العالم الذي نعبر فيه عن ذواتنا وعن أرواحنا المنقسمة. صحيح. المتعبة. وأنا عندي شعار، أنا في منهج الروائي لا أكتب عن الأجساد. الأجساد عن الروح، أكتب عن الأرواح والأنفس المتعبة. آخر رواية هي جراح الروح. جراح الروح. لماذا جراح الروح؟ جراح الروح يعني شوف، هذا مشروع أسيا أنا أحببته جدا. أنا عندي رواية صدرت من 2005 في تداعيات احتلال العراق الحبيب وبغداد. شوفي بغداد بالنسبة للذاكرة الثقافية
وجع أكيد طبعا. يعني غرسوا في الروح كيف كانت وكيف أصبحت بغداد. يعني أنا منذ سقوط بغداد أو احتلال بغداد المصطلح الأصح ونحن نعيش بلا بعين واحدة وعقل واحد ونصف عقل صحيح. ونصف لسان ونصف وجدان ونصف كل حاجة. نحن شققنا نصفين وسرقوا نصفنا الجميل من بغداد. كتبت رواية اسمها حالة سقوط، والرواية كانت عن أسرة عراقية عن تداعيات السقوط، وكانت واكتشفت في هذه الرواية أن الأجيال تكون ضحية للنظم السياسية. ومقولتي تحققت في 2011، وحدث ما حدث في ما يسمى بالربيع العربي، وسقطت أنظمة وضاعت رؤوس وأسماء وتغير العالم العربي، وقلت تغيرت الخريطة أن مسبحة العالم العربي انفرطت، وقلت هذه المقولة في 2005 تحققت بعد 6 سنوات. ثم اكتشفت بعد 2011 أنه ليست النظم السياسية أو ليست الدكتاتورية السياسية في معناها الواسع هي التي تسرق أحلامنا، وإنما التنظيمات الإسلاموية. والجزائر الحبيب عاشت عشرية سوداء من هذه النقطة، من التطرف يعني. فكتبت جزءا ثانيا من حالة سقوط ونشر تحت عنوان جراح الروح، وهو أبناء أبطال حالة سقوط. لكن يعني الأرواح المتعبة والمتقلة بجراح يعني ما بعد ما سمي يعني ربيع العربي يعني هي رواية بجزئين، حالة سقوط الجزء الأول، جراح الروح الجزء الثاني، عن الأبناء والذين راحوا ضحية التنظيمات الإسلاموية السلفية بمعناها والإخوانية بمعناها، وراحوا نتيجة هذه التنظيمات الإسلاموية المتشددة المتطرفة بهذا الشكل. فالخلاصة هذا المشروع اكتشفت أن أحلام الأجيال تضيع ما بين كماشتين أو تتحطم على صخرتين، صخرة المفهوم الدكتاتورية السياسية المفرطة متمثلة بقى في نظم في حكومات في شخصيات أيا كانت، والتنظيمات الإسلاموية المتشددة ما بين هاتين الكماشتين والصخرتين تضيع أحلام الأجيال وتسرق أحلام الأجيال. جراح الروح محبة في الجزائر الحبيب وفي دار اختلاف، طبعت هذه الرواية في تجربة رائعة في 3 دور نشر، دار نشر في مصر ودار نشر في لبنان ودار نشر في الجزائر. يعني لماذا الجزائر؟ لأنه بإحصائية بسيطة جدا اكتشفنا أنه الكتب أكثر ما تقرأ في الجزائر. كنا زمان العراق الحبيب ومصر، الآن يمكن المواطن الجزائري اللي يعرف هذه المعلومة، الآن الجزائر تتربع المراتب الأولى في نسبة القراءة، رغم أنه كان يقولوا الجزائريين يتحدثون الفرنسية يقرؤون باللغة العربية، أيا ما كانت النتيجة، لكن نحن أمام كتاب عربي أكثر ما يقرأ في الجزائر، وهذا شيء أسعدني. عشان كده أصريت أن تكون هناك نسخة من الرواية تطبع في الجزائر. اليوم كنت أسأل الدكتورة آسيا صاحب آسيا موساي طبعا لها كل الاحترام، فقالت لي الرواية مش كويس جدا في بعض الدول الأخرى، قلت لهم يا جماعة الرواية أخبارها إيه؟ لا مش ماشية كويس يعني. فأنا سعيد أن يقرأني المواطن أو أخي الجزائري الحبيب الذي قرأ لي أهل العقل وقرأ لي بعض الروايات خريف البلد الكبير ودار النشر في معرض الجزائر للكتاب، يقولون نحن نعود بلا كتبك، فهذا أسعدني جدا ويشرفني أن أصل إلى أخي والوجدان الجزائري الذي هو دائما يشكل الذاكرة والجزائر أركون وعقول كبيرة جدا في الجزائر، وهي منتجة لحالة فكرية دائما متجددة. العقل المغاربي الكبير منتج المبدع المنتج المغاربي الكبير تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا، هذا عقل جزائري مغاربي بالمعنى الواسع يعني. الواسع. طيب، ولأننا نتحدث عن الرواية عن تصدر الرواية بشكل عام، هي اليوم يعني اكتسحت خليني أقول المشهد الأدبي في الوطن العربي بشكل عام. الرواية اليوم هي سيدة إذا قارناها بالشعر أو القصة القصيرة مثلا. أيضا الرواية تم استحداث أكثر من جائزة اهتمت بالرواية صحيح. وبالكاتب بصراحة، ماذا يمكن أن تضيف هذه الجوائز للرواية؟ تضيف للروائي، خلينا نكون صراحة الحقيقة، فئة الكتاب والأدباء
والمفكرين في العالم العربي هي الفئة الفقيرة، هي الفئة التي لم تقدر للأسف الشديد. لا أدري الرأسمالية الجشعة التهمت حالة التقدير وأصبح أقل مطرب مهرجانات باللغة المصرية، وأنا لا أسيء لأسماء أو أي شيء، أكثر شهرة من أعظم المفكرين، من أركون للجبري لمحمد سبيلة لحسن حنفي، أكثرهم شهرة. نعم. وأكثرهم مال. أغنية واحدة تحقق 400 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع. نعم. أعظم الكتابات التي غيرت الكون لم تحقق 400 مليون قراءة. صحيح. وبالتالي حينما تكون هناك جائزة زي البوكر أو جائزة الشيخ زايد، ونحن نشكر الحقيقة العاصمة أبو ظبي التي برضو استضافت قمة ثقافية ودائما تتبنى منهج التفكير وأنت وصلت أيضا لأني كتاباتي وصلت لكني وصلت لم أفز القائمة الطويلة في جائزة البوكر وجائزة الشيخ زايد. نعم. لكني لا 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 لم أفز، فأنا سعيد بهاتين الجائزتين لأنه الحقيقة مردودهم المالي يسعد كثير مما حصلوا على هذه الجائزة. وهي دائما تأتي في نهاية العمر فتشكل، وأنا أعرف على قرب أنها تشكل جزء مهم جدا كسند لهذا الكاتب الذي أفنى عمره من أجل المواطن العربي وراح في غياهب النسيان، لأنه الرأسمالية الجشعة والبزنس العالمي سلع كل شيء. صحيح. سلع الدين فأصبح هناك دعاة جدد، وسلع القيم وسلع الفن، وأصبح كل حاجة سلعة تباع وتشترى إلا ذلك المواطن المبدع المسكين الفقير القابض على كتابته والجالس في بيته فقيرا يكتب رواية ليبيع منها في أحسن الأحوال 2000 نسخة، يعني 2000 مواطن عربي يقرؤوه من 400 مليون مواطن عربي. شيء مؤسف جدا فعلا. ولأنك تحدثت عن روايتك في الجزائر وإصرارك على أن تكون مع دار نشر جزائرية، ولأننا سجلنا هذا اللقاء على هامش القمة العربية، أشكرك أكيد الشكر الجزيل لقبول الدعوة، وهذه بادرة خير على التعاون العربي الجزائري العربي أو العربي العربي على الأقل على مستوى. نعم. المثقفين. بشكرك العزيزة أختي آسيا، ومن خلالك أشكر المشاهد الكريم اللي هيشوف هذه الحلقة، وأتمنى الخير والرخاء والسعادة للشقيقة العزيزة الجزائر كدولة وللشعب أشقائنا في الجزائر مزيد من الرفاهية والأمن والسعادة إن شاء الله. شكرا جزيلا. لك، وكما قلت أيضا نشكر متابعي قناة الشروق النيوز. إلى اللقاء.